مش كل معلومة متعلقة بفيروس كورونا صحيحة. نتمنى عليكم موضوعين أساسيين. الموضوع الأول أنه تتأيدوا بالتعليمات والتوصيات لوزارة الصحة والتوجيهات اللي موجودة أساساً مشان سلامتكم، والأمر الثاني أنه ما تاخذوا الأخبار إلا من مصادرها الحقيقية، لأنه في موجة أخبار وشائعات غير صحيحة بالسوشيال ميديا وبغيرها من وسائل الإعلام اللي أحياناً بتضللكم وبتعرضكم للخطر وبتعرض عائلاتكم ومجتمعكم للخطر. كرمال صحتكم وصحة غيركم، صححوا المعلومة.